لأن الإعلام السياسي هنا في مصر متهم بأنه موجه، هل ده صحيح؟ بيتم توجيهه في بعض الأوقات الحرجة، زي مثلا فترة الإخوان المسلمين، كان فترة صعبة جدا، كان لازم يتم ضخ المعلومات، كم من المعلومات التوضيحية لتاريخ الإخوان، لأن هو كان تاريخ دموي، فكنا محتاجين ضخ من الميديا لبعض من المعلومات اللي تثبت ده. كل الإعلام زي ما قلت لحضرتك برضو هو دايما بيبقى موجه، ولكن هو التوجيه هل بيصنع وعي زائف ولا بيصنع وعي ناضج، هنا اللي بيفرق. يعني في الوقت الحالي بيتم توجيه الرأي العام لصناعة وعي ناضج وليس صناعة وعي زائف.